بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تعالى نتكلم النهاردة على ملاحظات الأعمدة. لو جينا نبص على ملاحظات الأعمدة كده، هيجي يقول لك مثلا صممت الأعمدة لتتحمل بدروم وأرضي وتلاتة متكرر وغرف سطح. أنا فهمت كده مكونات المنشأ. تاني حاجة يقول لك تراجع الأبعاد والمحاور مع الرسومات ومع اللوحات المعمارية قبل البدء في التنفيذ. دي اسطمبة ودي لازم تكون موجودة في كل اللوحات. بعد كده يجي يقول لك كده، هو مثلا يجي يقول لك مثلا معلومة هنا مش موجودة هنا، مثلا يجي يقول لك مثلا في الأسئلة في الملاحظات يقول لك لا تزيد المسافة بين فرعي كان عن 30 سنتي. يعني المسافة بين سيخين الممسوكين بكانة ما تزيدش عن 30 سنتي. تمام. ويجي يقول لك يراعى وضع كانة بعيون، هنا مش موجودة برضو، هنا مش موجودة مثلا، هنا واحدة مثلا معلومة زي دي مثلا مش موجودة هنا في الملاحظات. يراعى وجود كانة بعيون كل متر للحفاظ على رأسية الحديد. بعد كده يقول لك يراعى مثلا هنا، مثلا هنا يراعى استمرار كانات الأعمدة داخل الكمرات والبلاطات. تمام، الجمله دي هتلاقيها في كل الملاحظات لوحات الاعمده. يجي يقول لك اشاير الاعمده 65 مره مثلا، هنا يجب عمل كان بعيون كل واحد متر، دايما موجوده اهي. تمام. يقول لك مثلا جميع وصلات حديد تسليح او اشاير الاعمده لا تقل عن 60 فاي او متر، ايهما اكبر؟ وهو بيقولوا 65 وفي ناس بتقول 60، ودي معلومه ليس لها اساس في الكود اساسا. بعد كده يقول لك تصمم الخلطات، الخلطه صممت على اساس انها بتشيل مثلا مقاومه الضغط المميزه للخرسانه المسلحه. الرد من الخرسانه بعد 28 يوم من الصب بتساوي 250 كيلو جرام على السنتيمتر المسطح. انا عرفت دلوقتي ان الخرسانه المسلحه دي 250 كيلو جرام بعد 28، دي هتفيدني بايه؟ الجمله دي هتفيدني انها تعرفني قيمه ال LD، لان ال LD معتمد على الاف سي يو والاف يلد، الاف سي يو بتاع الخرسانه والاف يلد بتاع الحديد. يجي يقول لك الحديد المستخدم، الحديد المستخدم مثلا يجي يقول لك هنا ايه، الحديد المستخدم من الصلب الطري اهو اللي هو 2400 على 35 ويرمز له برمز فاي بجهات خضوع لا يقل عن 2400 كيلو جرام على سنتيمتر بالنسبه للكنات، وبالنسبه للصاله وبنسبه الصاله لا تقل عن 20%، وبالنسبه للاقطار اكبر من 8 مللي بيستخدم صلب عالي المقاومه 36 على 52 وبيرمز له برمز فاي دبل داش فاي دبل شرطتين وبجهات ايه، بجهات خضوع لا يقل عن 3600 كيلو جرام على السنتيمتر المسطح ونسبه الاستاره لا تقل عن 12%. تمام. بعد كده يقول لك يتم تكثيف الكنات، مثلا هنا يقول لك ايه، هنا مثلا هنا يجب مضاعفه عدد الكنات في الجزء العلوي والسفلي من الاعمده، يعني بنكثف في اول تلت واخر تلت. تمام. بالنسبه للاعمده يجي يقول لك مثلا العمود الاولاني ده مثلا عين واحد ده هيكرر في البدروم والارضي بس، وهيبقى تسليحه 4 فاي 16 في الاركان والكنات بتاعته 5 فاي 8. تمام. العمود الثاني مثلا ده هيبقى مثلا 6 فاي 16 على الاركان و2 فاي 12 في النص، حلو الكلام، وكنات 5 فاي 8. يجي هنا في الـ في الـ في الدور الاول والثاني هيخس او هيخس الحديد بتاعه، بدل ما هو هيبقى 6 في الاركان مثلا هيبقى ايه 2 في الاركان و2 2 في 2 2 و2 و2، يعني هيبقى 6 في 16 اجمالي، والكنات 5 في 8. نيجي يطلع فوق في الباقي الادوار هيقلل القطاع بتاعه، هيبقى 4 في 16 في الاركان تمام، والقطاع بتاعه 25 في 30. تمام.